احنا 11 بيبقى في 4 5 عندهم طموح يكسب النادي الاهلي، الباقي ودي بيتعادل بينهم دي مواطن من السنه. ما نقدرش نبصها في روح اللاعبين دي، المفروض ينمو بيها دماغ الناشئين. ماتش النادي الاهلي بالرغم من ان جه فيا جول كنت ممكن اطلع الثاني الاولاني كسبان. الاهلي اعتمد بس على كره او اثنين مرتدين، كانوا احنا افضل في وسط الملعب، فرصنا اكتر. جينا الشوط الثاني وكانت محاضراتي للعيبه بعد المحاضره بالرغم من ان جه فيا جول كنت ممكن اطلع الثاني الاولاني كسبان. الاهلي اعتمد بس على كره او اثنين مرتدين، كانوا احنا افضل في وسط الملعب، فرصنا اكتر. احنا 11 بيبقى في 4 5 عندهم طموح يكسب النادي الاهلي، الباقي ودي بيتعادلوا بينهم دي مواطن من السنه. ما نقدرش نبصها في روح اللاعبين دي، المفروض ينمو بيها دماغ الناشئين. ماتش النادي الاهلي بالرغم من ان جه فيا جول كنت ممكن اطلع الثاني الاولاني كسبان. الاهلي اعتمد بس على كره او اثنين مرتدين، كانوا احنا افضل في وسط الملعب، فرصنا اكتر. جينا الشوط الثاني وكانت محاضراتي للعيبه بعد المحاضره بالرغم من ان جه فيا جول كنت ممكن اطلع الثاني الاولاني كسبان. الاهلي اعتمد بس على كره او اثنين مرتدين، كانوا احنا افضل في وسط الملعب، فرصنا اكتر.